ما شي واحد ما تصرف عليهم. دائما الناس ساكنين هكا، ساكنين بالقرب بلادهم وديارهم وحالهم وعايشين. دابا راه بان لهم هذا، دابا بان لهم، دابا بان لهم اللي يقلع عليهم ديالهم. ما يمكن، ما يمكن نقبلوا هذا الظلم، ما يمكن نقبلوه. الحمد لله حنا ساكنين بربو المالك في بلادنا، ماشي بالحزاره، ماشي بالحزاره. الله يسلم عليك، عيش الملك، عيش الملك، الله يسلم عليك، عيش الملك، الله يدير البركه. لا يحاسب اليوم في واحد في اطار واحد الوقفه اللي كينظموها الساكنه والملاك بجماعتي ايتيكاس وسيدي ثمان، اللي كانت اللي كنتفاجئوا بواحد المسطره تباشر من طرف الاملاك المخزنيه مطالبه بمساحه ربما هما تيقدروها ب 1000 هكتار، ولكن الحدود اللي كيشملها اللي كتشملها عمليه التحديد تتعدى هذه المساحه هذه ربما تقارب 3000 هكتار، لانها تشمل حوالي 14 الدوار وساكنه نصف جماعه ايتيكاس وما يقارب ثلث جماعه سيدي دحمان. الناس اللي كيتواجدوا بهذه المناطق ابا عن جد منذ مئات السنين اليوم مطالبين بانهم الاراضي ديالهم هي محل نزاع، لان هناك جهات اخرى تطالب بملكيتها. في السابق كنا امام واحد المطلب ديال التحفيظ 16642 واللي هو نفس المطلب اللي اليوم خرج الاملاك المخزنيه كطالب به. اذا احنا امام واحد الاستهداف ممنهج ضد الساكنه اللي كيهدد الوجود ديال السكان و تهدد المسار ديالهم العملي، على اعتبار ان هذه المنطقه هذه راه من اغنى المناطق في تمويل السوق المغربيه بالخضروات. 3000 هكتار راه مساحه كبيره جدا، كيفاش انه ساكنه التي المصدر الرزق ديالها هي هذه الفلاحه ديال الخضروات داخل مساحات لا تتعدى 3 هكتارات 4 هكتارات في احسن الاحوال، ونجيو اننا نطالبهم انهم يغادروا الاراضي ديالهم. وبالتالي فالجمعيه اللي كتاثر السكان، لانه لا يعقل ان نخليو الامور تمشي في واحد الاتجاه اللي لا يقدر لا يحمد عقباه. جمعيه اكل التنميه والتضامن باشرت واحد المسطره ديال عريضه التوقيعات اللي تم تصحيح الامضاءات ديالها واللي كتعد بالمئات ان لم اقل بالالاف كما كتلاحظوا. وحنا ان شاء الله غادي نقوموا بجميع المساعي والاهداف لحمايه الساكنه من هذه التعسفات ولدفع هذا الخطر اللي كيتهدد الوجود ديالهم. وان شاء الله غادي نطرقوا جميع الابواب، بما في ذلك اننا ان شاء الله غادي نطرقوا باب السدة العالية بالله سيدنا الله ينصرو، لأن الرعية بهذه المناطق راها مهددة، وبالتالي لا مناص من التدخل للحماية ديالها ولتحضي هذه الاستهدافات التي تباشر ضد السكان. وإن شاء الله السكان راه متشبتين بالحقوق ديالهم اللي ورثوها أبا عن جد، وربما راه كما تلاحظوا في المحيا ديالهم بأنهم راه كلهم راه ماشي متفاجئين، وانما انهم الانظار ديالهم كتبين بانهم مستغربين وبانهم راه كيتوقعوا هاد الامور هذه انها تستهدفهم. وبالتالي فالتأطير ديالهم واجب، وهذا هو اللي كتقوم به الجمعيه لتفادي كما قلت ما لا يحمد عقباه. هاد البلاد بلادنا، هذه 40 عام وانا كاينه، انا مجوجه ليها ولدت فيها وليداتي وجدهم، هذه بلادهم. مولاي ادريس الاول جدهم، وزيد مولاي سليمان تا هو جدهم، وهنا الزاويه، وهنا كبروا وليداتي وكبر كل شيء. هاد الناس 40 عام هادي وانا هنا. اش كتقول لهاد الناس اللي بقاو يجوا الارض ديالكم؟ ايوا ما عرفنا، هادي 40 سنه هما كيحصروهم، وقت ما جاو كيحصروهم. باش كطالبوا؟ كنطالبوا بلادنا نبقاو فيها، الارض تاعتنا وعايشين فيها، عايشين فيها، وعاش الملك، عاش الملك. هذا المشكل هذا اللي عندنا حنا في الجماعه ديال ايتيكاس وسيدي دحمان، اللي هو شي ناس جاو تيطالبوا بغاو باش يحطوا
بغاو باش يحددوا واحد المساحه اللي كيقولوا ديال 1305 هكتار تقريبا اللي تيطلبوا بها. هي اصلا هي راه ماشي متيتها، يلا هما تيطلبوا باش يحطوا التحديد ديالها. اما هي راه هاد المساحه هذه اللي هي تقريبا ديال واحد العدد ديال الدواوير اللي فيها واحد 3000 هكتار تقريبا، وفيها البقع اللي متيتها، وفيها البقع اللي فيها اللي فيها المطالب اللي دايرين الناس المطلب ديالهم، وكاين واحد العدد ديال الاستمرارات ديال التعرضات في المحافظه، وكاينين الناس اللي كيمشيو تيدوا دروك كيدوا المطالب ديالهم كيبغيو يدفعوهم في المحافظه في تيرودانت، وتيمنعوهم باش يدفعوا المطلب ديالهم، تيقول ليه في حاله تبغي دير مطلب سير دير تعرض. وكاين واحد العدد ديال الناس اللي دافعين، وواحد العدد ديال الناس اللي بغا يدفعوا، وتيتمنعوا من هذا الشيء. هذا علاش المحافظه هي في تيرودانت حتى هذا السيد هذا عنده الحق يجي هو يحط واحد المطلب، وواحد السيد اخر تيجيب الوراق ديالو اللي فيهم استمارات وفيهم الوثائق ديالو كاملين مقادين، وتيبغي يدفعهم وتيمنعوا في المحافظه ديال تيرودانت. هذا التساؤل هذا خصنا يجاوبنا عليه. انا بنفسي مشيت جيت الوراق ديالي للمحافظه، والمحافظ قال لي من بعد واحد الشهر ولا شهرين وعاود رجع بغا يكون شي حل. هذا الحل ماذا ما شفناه. وهاد المساحه هذه اللي كنهضروا عليها اللي فيها واحد 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 العدد ديال الناس اللي فايتين واحد 3000 ديال البشر، يعني تقريبا واحد فايته واحد 2000 نسمه اللي ساكنه في هذه البلاصه هذه، بالمدارس ديالها، بالمساجد ديالها، بالدواوير ديالها، بكل شيء، الناس ساكنين ابا عن جد، وكاينين هاد المسائل ديالهم هادو، تيتمنعوا من الحق ديالهم. وفي نفس الوقت تيجي واحد تيطلب هاد البلاصه باش يتيترا. هي راه ماشي متيترا، باش نوضحوا مزيان الراي العام، هي راه ماشي عنده شي تيتر ولا عنده شي حاجه. حنا راه عندنا الوراق ديالنا كما قلنا ابا عن جد، وهما ما عندهم حتى شي حاجه، مازال ما حطوا، مازال يلا تيدلحوا باش يحطوا هاد البلاصه هذه من عده جهات. واحد تقريبا واحد المده هذه راه تعرضنا لواحد بحال هكا او الثاني، حتى هو اللي كان جا حتى هو بيحط. اليوم جات الاملاك المخزنيه اللي جات تطلب حتى هي بهذه المساحه هذه، حنا ما فهمنا والو. علاش هاد الناس هادو هي اللي جا حنايا لهاد البلاصه هادي تيجيب ويحط فيها؟ هادي راه ماشي ارض خاويه ولا ارض عاريه، هادي راه ارض مسكونه بالدواور ديالها، بالفلاحه ديالها، بالمساجد ديالها، بالمدارس ديالها، بالجامعه ديالها، بالسوق ديالها، فيها بالضوء، بالماء، بكل شيء. واحد العدد ديال البقع اللي اعتسدنا الله ينصره الحسن الثاني الله يرحمه في 82، وتحطوا فيها المشاريع والتيترو ومتيترين وكل شيء. هذا الشيء هذا كاين، وفي هاد الناس تيجوا هادو، هاد الشيء هذا خصو يكون ليه شي حل. هذا راه ظلم، هذا ظلم، هذا وحنا راه تنطلبوا بالتدخل اللي يحيد علينا هاد الشيء باش يترفعوا علينا هاد المطالب اللي كاينين في المحافظه. واحد يلا جاي بغى يحط مطلب وتيتعرض الناس على 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 المسائل ديالهم، هذا راه ظلم وحقره. وهذا الشيء راه ماشي 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 واحد العدد قليل ديال الناس ولا، هذا راه شعب تاع الناس، هذا محروم من الحق ديالو. وحنا راه كنطلبوا من الناس المسؤولين يشوفوا هذا الشيء هذا، وكنطلبوا من سيدنا الله ينصرو يدخل لينا في هذا المشكل هذا ويفك علينا هذا الظلم هذا. حنا راه مظلومين ومقهورين.